على بركة الله. إذا يسير الشوط الثاني وهو شوط خاص أيضا بالبكار. المهجنات الأصايل في انطلاق قوي وتحدي مثير ومنافسة تحمل جديد القوة والإثارة والمنافسات. إذا على بركة الله نبدأ من خلال هذا المسار لنتعرف على المقدمة والصدارة وسكان المقدمة ماذا يحملون في بداية هذا الشوط. هناك على المركز الأول والانطلاق هناك معركة التي تبدأ هنا من هذه البداية لسيد سالم سعيد بن مناره السويدي اللي تحتل المقدمة، بينما المركز الثاني هناك صدع المركز الثاني عنبر بن سعيد العامري ينتقل للمركز الثالث في هذا المجال، وهي اسعاف علي بن فراج المري اللي على المركز الثالث، بينما هناك على المركز الرابع اتوقع شعار هناك على المركز الرابع نتعرف ايضا على صاحبة المركز الرابع، هي الهدف لطالب بن سالم بن مقبل اللي على المركز الرابع، بينما خامسا نعود مع شديد سعيد بن عبد الله بن كردوس العامري، والمركز السادس هذه شايني محمد بن علي بن سلطان بن رشيد انتقل الى سابع المراكز من خلال المسار، وتابع ايضا القادمه ابراج سالم بن سعيد بن مناره السويدي اللي وصلت في المركز السابع، وهناك على المركز الثامن هي شاهينيه فيصل اشتعال سلطان محمد بالعري الشامسي اللي على المركز التاسع، وعاشر المراكز هذه اريام محمد بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. هذه المراكز الاولى العشرة وندانا الاول في هذه الانطلاقة وفي هذا المسار. هناك بعض الاسماء والتسللات التي كانت ايضا في مسار هذا الشوط، ولكن دعونا نعود الى المقدمة والى صدارة الانطلاقة ومعركة هذا الشوط التي تقدم هناك بدايتها معركة مع منتصف المسافة، وطبيعي التسلح بالأصالة والتراث والتسلح بانطلاقة ما شاء الله معركة هذا النوع المميز الذي ينطلق هنا بقيادة المتحدي سالم بن سعيد بن منانه السويدي اللي على المركز الأول وسيطرة في مقدمة هذا الشوط. هناك على المركز الثاني تأتي صدعة عنبر بن سعيد العامري، عنبر بن سعيد العامري مع صدعه، وركز على هذا الاسم. هنا المركز الثالث وهي أمجاد على المركز الثالث مبخوت بن محمد بن لوتيه العامري، بينما المركز الرابع محمد بن علي بن سلطان بن رشيد مع الشاهينية، وهنا في المركز الخامس تعود أريام محمد بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري نجم الموسم ونجم الغربية. هناك على المركز السادس انطلاقة من ملوح، هناك في المركز لسعيد بن عامر النيادي اللي على المركز السادس وفي سابع المراكز، بدأ الآن الظبي علي بن خليفة الرميثي اللي بدأت الآن تصل في هذه الانطلاقة وفي هذا التحدي وفي هذا التواصل ما شاء الله. إذن هنا التواصل والعودة إلى مقدمة الشوط من خلال مسارنا الذي بدأ الآن بنهاية واقتراب المعركة إلى خط النهاية. معركة. هناك إذا سالم بن سعيد بن منانه السويدي، الله 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 يا المتحدي، الخبراء يقولون كيلو ونص باقي على خط النهاية من خلال موقعنا الذي يظهر على الشاشة، وهذه اللحظة حتى التوقيت الذي يسير في هذه الانطلاقة يحدد مسار متميز. هناك على المقدمة إذن معركة سالم بن سعيد بن مناره
السويدي، والمعركة الحقيقية بدأت الآن، بدأت الآن، بدأت التحديات. 1200 إذن مقر الانطلاق، مقر التحدي. هنا أمجاد مبخوت بن محمد بلوتية العامري في المركز الثاني، ولكن سعيد بن عامر النيادي مع ملوح، التاريخ يأتي به بن عامر. هنا في هذه اللحظات، في هذه الانطلاقة، والظبي سيد علي بن خليفة الرميثي على المركز الثالث من خلال هذا المسار، وهنا على المركز الرابع، على رابع المراكز أريام محمد بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. هذه المراكز الأولى المتقدمة، والتحديات اللي بدأت الآن تفتح الكيلومتر الأخير. يا معين، يا معين على هذه اللحظة الجميلة التي تحمل البداية الأولى. مدمنة، مدمنة. هنا بدأت الآن سالم بن محمد والضبيعة، نقل التحدي إلى المقدمة، ولكن الصدارة هناك الظبي، الظبي علي بن خليفة الرميثي مع المقدمة ومع البداية، وأرى مدمنة، أرى مدمنة على مقدمة الشوط. هنا تنافس، هنا تتحدى، مدمنة على الناموس. يا سلام، يا سلام، يا سلام. البداية الأولى، اللحظات الأخيرة التي تفصل ما بين وبين الظبي، تعود إلى المقدمة، إلى اللحظات الأخيرة. علي بن خليفة الرميثي، يا سلام، يا سلام، رئيس الهجانة، هذا رئيس الهجانة ما شاء الله. هناك أيضا علي بن خليفة الرميثي يبدأ بهذه اللحظة مع الظبي، هذا الاسم الكبير والعملاق. بقول سلام، سلام يا دبي، سلام، سلام يا دبي، سلام، سلام مع هذه اللحظات. هناك على المقدمة، على الانطلاقة، على المركز الأول، على البداية هناك، ما شاء الله. إذن البداية والتحدي والمنافسة هناك. الشعار لراشد بن سعيد بن دليوي هو اللي على المركز الأول، المركز الثاني محمد بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، المركز الثالث سالم بن سعيد بن ميلان السويدي، والمركز الرابع هجمين السلطان بن إبراهيم المحمود، والمركز الخامس هناك أيضا متواجدة مدمنة سالم محمد بالضبيعة اللي على المركز الخامس. هذه المراكز الأولى مشاهدينا الكرام، متابعينا الأفاضل، والعودة إلى التوقيت الزمني المسمى هناك لعلي بن خليفة الرميثي، ولكن الشعار لسيد راشد بن سعيد بن دليوي 7:44 وتسعة من أجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني الذي حمل هذه البداية. ينطلق شوط آخر مشاهدينا الكرام، ودعوني أنقل الميكروفون إلى الزميل سعد بن متلع العتيبي ليتابع هذا الانطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المتابعون والمشاهدون الأعزاء في كل مكان، عشاق الأصالة والتراث، عشاق سباقات الهجن العربية الأصيلة التي تشرق شمس منافساتها مجددا هنا على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، تحديدا في العاصمة أبوظبي وفي عاصمة الميادين الوثبة. هكذا إذا مشاهدينا الكرام، أيضا هي الإشراقة بالنسبة لشمس أمل جديدة أيضا تحمل